في ترانكيلا مازلنا متواصلين مع بعضنا حتى الثمانية متاع الليل. مازلنا زي ذاك دويتنا تنجم تربحوا مع 72-328-500 في الميديوغرافي، تربحوا بونت كونسوماسيون من عند رستوران مونوكل الزوز من الناس كما قلنا نفس النمر، وهو بيدو يربحكم دو تيكي بيرجمون يا اكسسواري لوتيل الماز ذي تنجموا تربحوه سهل برشا. طلعوا وين يجي لوتيل ذي بالضبط؟ فينا منطقة معناها في تونس الكل اختاروا هكا قلت لكم ولاية نابل مش بعيد برشا معناها سهلة برشا احصروا البلاصة وين بالضبط سينو في الليكون غدوة تنجموا تمشيوا فما سواري مزيانة برشا من عند ترافل تو دو فيها برشا نجوم كما نور شيبة من العمارة لهدي دنيا وتروب سوفيان سيلا يبرجمون نيل بي دي ومعاها كسيل السواري ب79 دينار هكا هاو من تو برا وريزرفيو على 70-103-103 النمر ذي تطلبوه 70-103-103 نجموا تريزرفيو تعديو السهرية مزيانة برشا غدوة في هوتيل لايكو حمامات 5 إتوال. الأخبار اليوم في الفيسبوك حلينا سمعنا تعرف قرب رمضان سكول تسأل على الأعمال الرمضانية اليوم تداولت برشا مواقع حتى برشا أخبار صارت أنه تم إيقاف تصوير مسلسل شوير بالجزء الثاني. تفاصيل أكيد ناخذوها عليه من عند مخرج العمل ربيع تكيلي. ربيع تكيلي هو معنا في المباشر. أهلا وسهلا ربيع. أهلا وسهلا، مرحبا بكم، مرحبا بمستمعين مادة فين. مرحبا ربيع. دونك برشا كلام على العمل شوير بعد شفنا الجزء الاول اللي كان ناجح الحقيقه عمناول على القناه التاسعه في رمضان سنة فسنة ثم حديث انه شفناه من الاول ايقاف بعد ليه ثم تراجع عن الايقاف ثم العمل باش يتواصل باش نشوفوه في رمضان. شنو هي الحكايه ربيع الاشكاليه بالضبط؟ لا ثم المحامي اللي يتكلم الصباح اي محامي ربيع هو ديجا حسين اي اسمه بالحسن. دونك ربيع الاشكاليه الإشكالية كالاتي أنه بعد ما عملنا وكملنا صورنا جزء الأولين تاع شوير صار خلاف بيني وبين الشركات المنجة اللي كانوا متعاقدين مع قناة التاسعة دونك رفعنا قضية واليوم صدر قرار إيقاف من المحكمة الابتدائية بتونس. أما قبل ما ثلاثة أيام ما يصدر القرار اتصلوا بي قناة التاسعة ومشينا ورقينا تيران دونتونت بين بعضنا وتفهمنا دونك شوير باثنين نجم نقول العباد اللي موجود وفيه خرافة بنينا برشا وانا موجود في شوير باثنين ان طونك ديريكتور ارتستيك وسيناريست وبيان سور مخرج العمل اثنين مديح بالعيد. مخرج مديح بالعيد. دونك اليوم يعني ما عادش نجمو نحكي ولا ايقاف العمل ولا انه قرار بيت من المحكمة ربيع. اليوم باش نحكيو على عمل اللي يتعدى في رمضان في البراين تايم، عمل ممتاز جدا فيه خرافه مزيانه دونك نجم نوع العباد بحاجه بركه اللي سنة تنجموا تتفرجوا في مسلسل فيه اون استوار معناتها كريديبل وان شاء الله تعجب وتكون معناتها في قيمه المشاهدين وكا. هو الحقيقه معناتها باش نوضحوا للناس الامور ربيع وكأنك أنت من الأول كنت أنت المخرج الأصلي يعني مخرج العمل في الجزء الأول وكأنك ممكن كي ما كنتش مخرج العمل الثاني لهنا صارت الإشكالية يظهر لي وذي اللي خليك ترفع القضية. زي كله صحيح هو الإشكالية كانت موجودة ولا زالت قائلة مع الشركات المنتجة لكن اليوم فما بيض أصحاب أمانة اللي هم يخدموا في قناة التاسعة المديرين واحد وحتى أثناء عقدي كان مع قناة التاسعة مش مع الشركات المنتجة اللي خدمت معهم عمناول دونك كان العقد فيه اللي أنا نعطي حق لاستغلال الفكرة لمدة عامين اللي هو سيزون تعدد سيزون وكان فيه معناتها اتفاقية بيني وبين تلفزيون انه انا باش نكون مدير فني على البروجي وسيناريست وذي لاسباب انه انا عندي مشروع اخر لرمضان يكون موجود في اخرى في البرايم تايم دونك ما نجمش نكون نوافق بين زوز عمال قررت انه مع العمل الاخر كمساعد لانه فما روح اسبي في البروجي ما نجم نعطيها المديح باش ينجم يتغلى ويعمل مخلي. دونك حكيت انت ومديح ربيعة تواصلتوا مع بعضكم سيختو بشكون انت سيناريست نتاع الجزء الثاني من مسلسل شوير. نحكي وقاعدين نخدمه بالعكس معناتها انا فرحان برشا اللي نتعامل مع مخرج كبير في قيمه مديح بالعيد فهمت والبلوز امبورتون اليوم انه نوصلوا نعملوا حاجه كما قلت لك تكون في القيمه
خاطر اسمي فما برشا كونفيرونس، فما ولاد مفيدة أربعة اللي هو مسلسل عنده جمهور، وعندك مسلسل في قناة نسمة نتاع بوشناق اللي هو النوبة. دونك نتصور طبعا مايسترو على الوطنية القاعدة تحكي عليه برشا، فما نتصور اللي في كل شرب كونفيرون محترم، وهنا نحبوا سنة نعملوا حاجة تكون في المستوى، وان شاء الله تنال عجيب الجماهير معناتها اللي انا ناكد معناتها، ونعاد نجم نعاود نقول لك ما تعرف تونس صغيره اللي انا متاكد منه اللي عندنا خرافه مزيانه برشا 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 في شورب. باش تواصلوا في باش تواصلوا ربيع في الخرافه هذيك يعني نتاع شخصيه شورب والحومه الشعبيه وعلاقاته، والا باش تنتقلوا منها معناتها، خاصه انه سمعنا انه تم الاستغناء يعني على عدد من الممثلين وشخص سيد بيرزا كانت في الجزء الأول. لا شوف، تم الاستغناء كلمة كبيرة معناتها إنه إحنا ما حبيناش، يمكن على خاطر سنة شورب دخلوا في التحضيرات المؤخر، فما ممثلين أخرين صحوا معناتها وقود قبل الوقت، دونك إحنا نجم نقول لك اللي شورب في تدا فيش كبار برشا فيها كيما شكون؟ انا توا عندي نجم نقول لك على اسم واحد بنسبه 90% معناتها موجود معنا، هو عاطف بن حسين، وبقيت الاسماء يشرح لكم بها المخرج مديح بلاي. ربيع معك سليم صانيش. سالو ربيع. سالو سليم. صافا اخويا مبروك. مبروك اللي توت لي فاسون اللي تحلت الحكايه، على خاطر من معناتها كتوانسه وكفنانين ما تحس في نفسنا برشا كونه عمل يبدا يخدم لبداية مشروع فجاه يولي ياخذ بعد اخر ويدخلوا فنانين في بعضهم. ومن بعد هذا انا فرحت برشا اللي انت قبلت باش تكون مدير فني وللعمل باش نوري باش فنيا نوريو للعباد اللي المخرجين اون ريانا افوار مع حكايات مشاكل انتاج او مشاكل قضاء او مشاكل يعني بعيده على الفن، في عند الكاميرا في يدك ولا في يد مديح. بالنسبة لنا نحن تونسي فنان هو اللي بشي يكمل المشروع هذا، هذه ناحية بالحق معناتها تهنين عليها وفرحنا عليها برشا، لكن إن شاء الله هو أنا زاد بيدي حتى اللي كنتي ربيع جكروا في البوست هذا يا ثاني معناتها لا سجاس الرجار اكستيريور باش يخدمك برشا على اللي تعمل العمناول. انت كنا ناس ما نعرفوا معناتها النقد الايجابي، ما نحبش ديما نمشي للسلبي، راني سوي توجور بوزيتيف. الايجابي على كمش طريقه وعلى الحومه وعلى كذا وعلى ياسر مسطره، ياسر عاقله الحكايه، معناتها ياسر نظيفه، كانوا عدا ابي للداري ولا يقولوا لنا على مسلسل لكن انا جكروا اللي حضورك في موقع يعني ديريكتور ارتستيك عندك اكثر امكانيه اكثر معناتها مع طبعا مجال. مع مديح مجال لتصحيح او لاعطاء نظره اخرى على عمناول هذا، انا متاكد وان شاء الله دخلتوا له. كلامك صحيح، وبالعكس انا فرحان برشا خاطر كلنا مازلنا نتعلمه. انا اليوم معناتها قررت انه احنا، وذا كان معناتها الحقيقه مني انا قررت انه احنا الفنانين، وكما قلت انت ما ندخلوش في العجه نتاع الانتاج ونتاع الفلوس. وتشوف سليم عمناول السيزون مالجري معناتها نعرف الكل اللي نجحت وكسرت برشا ارقام قياسيه معناتها في تونس، راه مسلسل عمناول اللي صار كان في 7 جمعات هذه معلومه معناتها فما بيد ما تعرفيش، فهمت؟ دونك انا في اول تجربه عندي نصور مسلسل في 7 جمعات ينجح ما ينجم يكون كان شرف ليا. صحيح انا اليوم في بوست اخر قاعدين كما قلنا ديما نجموا نتعلموا حاجات من خير من عند عباد عندهم اكثر من اكسبيريونس. احنا حبينا عمناول نوفروا ستيل جديد لتونس، والعكس اللي انا حبيت نحكي عليه نشرب عمناول اللي هو معناتها باندي تونسي نوصلوا اترافيرو دي ميساجنا بالبا بلوس. معناتها انا ما نجمش يا سليم انه في فتره انه فيها كثر الاجرام في البلاد واحد نزيدوا احنا نوليو نقويو لهم معناتها القدر نتاعهم. دونك احنا حاطين المجرم والباندي نتاع الستينات اللي كان محبوب وصل انه اسطوره، واسطوره ما ماتتش اليوم، فهمت؟ فالفكره والقرار كان على خاطر انا حبيت نوصل اترافيرو دي
ميساج نود ما حبيتش نهزو الثنية متاع جرام واحد زي موجود ومتوفر في تخليق أخرين ينجم المتفرج لو كان عينه يزبي يمشي يشوفهم في حاجات أخرى. ما احنا حبينا نخدمه في مضافة وحتى الثنية نتصور انه دوم مالجريلي فما متى أحدث مزيانة واحد ما أنا قردي ما أنت الليني متاع مضافة فهمت. هو صحيح وانا حاجة أخرى راهو فما زاد كل حق كل حد ياخذ حقه. أنا شخصيا وفما برشا من نفس التوجه ونفس الرأي هو بالحق نحييك على الشجاعة أولا لطرح هذا الموضوع على خطر ما تعرف يوليو الأسامي كمن هذوما كانوا حق عام كانوا ملك الناس الكل معناتها ما تمسناش هذاك والحكاية مش هذية الفو كالكا كي أوز وينحي هاللي تبو كما كلي ما معناتها ما تمس ما تصورش في سيدي محرز لويه راه قالها مره راجل لوحده متعدي معناتها ما هيش قانون معناتها ولا هذاك نتاعنا نتاعنا الناس الكل يعني انا هذه اللي هي شجاعه مهمه والشجاعه هذه ما نجم يعملها كان فنان هذه من الاشياء اللي بالحق الواحد انا شخصيا نحييك على خاطر تخلت البحر اللي تخلي الناس الكل يشكوا وتخلي الناس الكل كانهم تو يتذكروا ملكهم اللي هذي راهي مهمة مهمة جدا وبون كوراج وان شاء الله صدقني معناتها احنا معناتها شورتو معناتها نجم نحكي على روحي خاطر نجم نقول لك حاجات العباد ما تعرفهمش انا لو كان جيت انه نحب مثلا نعمل مشاكل ولا واحد كان نجم مثلا الجمهور التونسي اليوم يفقد مشروع جميل جدا ايوه قررنا احنا حبيناها تكون علاقه ديما طيبه احنا تونس بلي احنا اربع كعبات ياسمين هذاك هو تعرف احنا كلنا نخدموا بعضنا وعائلة أبريتو فهمت دونك ماذا بينا كان نعملوا حاجة في كاليتي مزيانة واحد وأنا اسمي كمخرج محفوظ إنه أنا نجم سنة عندي مع تسيتكم في رمضان في البرايم تايم زد يا باهي سبيا شنو خلنا نحكيوا عليه تحب ان شاء الله شنو هي نقول لك اللي هو مونتاج سيستم فيه زوج ممثلين كبار كبار بالكتاب الكدي يتعدى زاد في الفرنسا اسم واحد منهم برك ما نجمش كلام لاسباب بسيطه جدا انا مازلت ما صححتش ميسالش نحن من نحكيو نيغوسيو الاوراق مكتوبه قريتهم فما خرافه ياسر مزيانه فما برشا ضحك فما سيستم ستيل جديد معناتها ابار ما تخدمش في تونس فهمت اما اللي نجم نقوله لك اللي ان شاء الله لو كان تم وقدمنا في المشروع تكونوا توما اول عباد معناتها تسمعوا لا وبالعكس ونحن نكونوا راهو ما نجم نكونوا كان سند نحن عاملين حصه لهنا راهو الفنان التونسي على الراس والعين ما نجموش نعيشوا راهو حبك برشا وفقدناك في التلفزه يا خويا ما يسالش خليه بعدين خليه في الراديو بعدين والانيقه هذيك والله ما نعرف انا بغيرني حال التلفزه وقت اللي نراو عباد معناتها ما يطلعوا ما يحترموش الكاميرا وما يحترموش المشاهد ما عندهم ينوصلوا وقت ويمشيوا على رواحهم يا ربيع وقت انا اي وقت ويمشيوا على رواحهم كي نرجعوا على اسس صحيحه زاده خاطر تخلط روحك راهو مشكله زاده صدقني معناتها بكل معناتها مالجري للاعلاميين كل صحابي وخوتي واحد ما افتقدنا معناتها توا ديرنييرمون معناتها كان نظافه هذيك اللي كانت موجوده في التلفزه ان شاء الله نواصلوا يحترم الكاميرا ويحترم المشاهد سا سي تري امبورتون فرحان برشا سليم اللي حكيت معاك يعيشك يا ربيع فرحان اللي كنت على راديو ميد يعيشك ان شاء الله نطل عليك وقت التصوير سور نوعدك اللي نطل عليك وقت التصوير وما نجم نكون كان ان سوتيان 100% الكل تونسي خدم على روحه شكرا لك ربيع ان غران بليزير يعيشك شكرا ربيع التكالي كان معنا مخرج العمل والجزء الاول من شوارب لانه سنة مديح بالعيد هو اللي باش يكون المخرج نتاع العمل الثاني مي مازال في ليكيب نتاع العمل وخذيته فكره انه الشوارب باش رجع للتصوير باش يكون موجود في رمضان السنه في جزء الثاني هكا هو بدينا بشوارب وكملنا بفيلم رومانسي بين سليم وربيع نوستالجيك لا كنا ان شاء الله انت تعرف نحن حصتنا ولا راديونا ولا سورتو الحصه نتاعنا هذيا ما نجم نكونوا كان سند للاجتهاد وهذا اللي نحبوه شوف قداش من الفنانين يجيونا المجتهدين ولا هما يطلبونا ويحبوا يعملوا والاخرين هكم ما يعرفوا ما وانا حاجه